سبحان من توحد بالبقاء، سبحان من علت الوجوه لعزته واندك الجبل لهيبته، سبحان من خضعت الرقاب من سطوته وصعقت الملائكة من مخافته ورعدت السماء لكلمته، سبحان الذي تسبحه الأصوات إذا عجت والسحائب إذا ثجت والمياه إذا سكنت أو ارتجت، سبحان رافع السماء وبانيها وساطح الأرض وداحيها ومثبتها بالأقوال فينا. سورة الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربك. سبحان من توحد بالبقاء، سبحان من علت الوجوه لعزته واندك الجبل لهيبته، سبحان من خضعت الرقاب من سطوته وصعقت الملائكة من مخافته ورعدت السماء لكلمته، سبحان الذي تسبحه الأصوات إذا عجت والسحائب إذا ثجت والمياه إذا سكنت أو ارتجت، سبحان رافع السماء وبانيها وساطح الأرض وداحيها ومثبتها بالأطوال في نواحيها، سبحان منيل الطلبة. We'll be right back.